سانديبيل راحت تتأسف لسيدة القصر، وسيدة القصر قابلتها مقابلة لطيفة جدا وقالت لها ان توماس حكالها عن كل حاجة، وقالت لها اتفضلي يا سانديبيل ادخلي القصر معايا. كانت سانديبيل مكسوفة في الأول، وأول ما دخلت شافت اللوحة وكلمت نفسها وقالت ان فعلا السيدة زي ما كنت متخيلها طلعت لطيفة جدا. بتقول لها اوصفيلي والدتك يا سانديبيل، قالت لها بابا قال ان هي ماتت وانا صغيرة ولكن مش بيحب يجيب سيرتها ابدا، مش عارفة ليه. قالت لها اكيد عشان مش عايز يفتكر. وفعلا شربوا الشاي مع بعض وشوية وسمعت صوت إيفر وهو بره والراجل عمال يزعقله. سألوا انت مين وعايز ايه؟ قال لهم انه جاي تبع سيدة شرار عشان اعمل الجنينة والحشائش الزيادة اللي فيها. طبعا سيدة القصر استغربت وقالت له ازاي هي تطلب حاجة زي كده، دي جنينتي انا وانا مش عايزة حد يعملها. فقال لها يعني حضرتك اللي هتعمليها، دي بتاكل كل الورد اللي موجود في الجنينة. فسانديبيل قالت له لا انا اللي هعمل بنفسي الجنينة. طبعا سيدة القصر في الاول فضلت تنادي على سانديبيل، سانديبيل فضلت تقول انا بقى حواريهم ازاي طفلة هتقدر تعمل كل ده. وفعلا نادت اصحابها وقالت لهم ان عندكم مهمة ضرورية، واصحابها فعلا اتلموا وكلهم من الصبح اخدوا الفاس واخدوا معدات كلهم عشان يساعدوا صديقتهم اللي بيحبوها سانديبيل. وبيقفوا قدام القصر وبتقول لهم سيدة القصر معقولة كل دول صحابك وجايين يشتغلوا؟ قالوا لها ايوة دي ساندي رئيسة الفرقة بتاعتنا. طبعا ضحكت وقالت لها ده انتي بيسمعوا كلامك يا سيدة الرئيس. سانديبيل بتقول لها الله زهور نرجس؟ قالت لها انتي بتحبيهم؟ قالت لها بحبهم جدا، زهور النرجس جميلة وناعمة. بتفتكر كلام باباها اللي كان بيقول لها ان مامتك بتفكرني بأزهار النرجس، فبتقول معقول ان ممكن دي تكون ماما. وجت كيتي ومعاها السيدة شرار للقصر، واول ما شافوا الولاد شغالين في الجنينة قالوا لهم انتوا مين اللي اداكوا الامر اصلا ان انتوا تشتغلوا في الجنينة؟ جت على طول السيدة صاحبة القصر وقالت لهم انا اللي امرت بكده، وحضرتكم عايزين ايه؟ قالوا لها احنا سمعنا ان انت مشيتي الجنايني ليه كده؟ قالت لهم ابدا، كل اللي عملته بس ان انا قبلت مساعدة الولاد دول. فبتطلب منها السيدة شرار ان هي عايزاها في موضوع خاص، فبتقول لها اتفضلي جوه في القصر. وبتيجي بعد كده سانديبيل بتقول لها ايه رأيك لو عملتلك شاي زي اللي عملتهولك النهاردة؟ قالت لها يا ريت يا سانديبيل. كيتي والسيدة شرار داخلين يتكلموا مع سيدة القصر عشان مارك ابنها، ويقولوا لها ان انتي من زمان قوي واحنا كنا بنقول كيتي لمارك ومارك الكيتي. فبتقول لهم لا طبعا الكلام ده هما لسه صغيرين ولسه ما سألتش مارك عن رأيه في كده. سانديبيل وهي بتقدم الشاي سمعت كل الكلام ده من ورا الباب وقالت لازم اتدخل حالا عشان انقذ سيدة القصر. وفعلا دخلت، لكن اول ما شافتها كيتي انهارت وقامت وقفت وقالت لها ايه اللي جاب الجربوعة دي هنا، الوضيعة دي هنا؟ طبعا رفضت كل الكلام ده سيدة القصر وطبطبت عليها وقالت ساندي مش كده وانا بحبها وبحترمها. طبعا قاموا مشوا وهم راكبين في العربية بتقول لها ان ده الجوازة من مارك ده لقطة ولازم اتجوزه وهيبقى غني ويعني طمعانين في فلوسه على الولاد، وقالت لهم تعالوا عملكوا حاجات حلوة على تعبهم طول اليوم، وكانوا الولاد فرحانين. كمان ساندي طلبت منها شتلة من زهرة النرجس عشان تزرعها في البيت وقالت لها ممكن اخدها، فرحت جدا بيها. والد ساندي بيجيله خطاب ولما بيفتحه بيعرف منه ان صاحبه عمل صحيفة بماله الخاص وقعد يقرا فيها. وشوية دخلت عليه سانديبيل وهي ماسكة زهرة النرجس وبتقوله ايه رأيك فيها، مش بتفكرك بماما؟ طبعا الراجل كان مذهول جدا وبتحكيله وبتقوله قد ايه بقينا صحاب وان هي عايزاني اروح على طول، وبيقول لها اسمعي كلامي ما ينفعش الكلام ده، ولكن مش بتسمعه وبتقعد ترقص من الفرحة وبتقوله دي تشبه ماما وانا حاسة ان هي زي ماما. طبعا هو بقى يسمع يقول لها، راح مزعق لها وقال لها مفيش الكلام ده وما تروحيش عند الست دي تاني وكده غلط. وبيفتكر صاحبه اللي كان بعت له الرسالة انه في يوم من الايام كان نصحه بشيء وقال له انت ازاي هتربي بنتك لوحدك؟ قال له ايوة انا اللي هربي بنتي، وبيفتكر نصيحته. فبتقعد سانديبيل مع المربية بتاعتها وبتفهمها ان باباها عنده حق، وبتقول لها ان ده من واجباتها ان هي تتعامل معاكي كده، لكن سانديبيل بتقول لها لا هي مش من النوع ده وهي فعلا حبتني وبتحترمني وعايزاني اروح لها. وفضلت ماشية سانديبيل جوه غابة وشافت مكان قالت المكان ده جميل، امن ان انا افتكر ماما فيه.
ومنه كمان أبص على القصر من هنا. وابتدت فعلا تحفر لحديقة زهور، وسمت الحديقة دي بحديقة أمي.